في خبر تاني الحقيقة عايزين نتكلم فيه النهاردة مع السادة المشاهدين، مش عارفة كل الناس شافته أو عرفته ولا لأ، مش عارفة سمعته عن بنت اسمها ياسمين انتحرت النهاردة؟ الموضوع معصبني بصراحة. خبر على كل المواقع، انتحار طفلة في حلوان بسبب خلافات أسرية، طفلة عندها 13 سنة. الخلافات دي بقى إيه؟ أبوها اتجوز غير أمها، والست الجديدة دي خلفت بنات، والأب بقى بيعامل البنت دي بطريقة مختلفة تماما عن ما بيعامل بناته من الزوجة الجديدة. أنا نفسي بقى أعرف يعني بجد سيادة النائبة سهير الحادي دلوقتي رأيها إيه في القانون اللي كانت مقدماه، اللي كانت عايزة تسيب البنت تتربى أو الولد يتربى مع مرات أبوه. هي النتيجة إيه؟ النتيجة بالظبط كده، بالظبط كده. يعني أنا مش عارفة ليه بحس إن المجتمع في وادي والتشريعات والقوانين في وادي تاني، مش عارفة. يعني أصل لا خلاف على إن الأم أحق بأي حاجة في الدنيا، والست عموما أحق بتربية الأبناء علشان ليها بال طويل أكتر. اللي بيتعامل عادة مع الطفل ما بيبقاش زوجة الأب، يعني ما بيبقاش سوري الأب، بيبقى زوجة الأب. يعني الراجل غالبا بيبقى في شغل، هي اللي بتتعامل، هي اللي بتأكل، هي اللي بتلبس، هي اللي بتدرس، هي اللي ممكن تحتوي. فلازم تكون حد ست يعني في الـ في الـ في الأصل. لو ما كانتش الأم موجودة تبقى أم الأم، لو ما كانتش موجودة تبقى أم الأب، تبقى خالة الأم، يعني زي ما القانون اللي احنا ماشيين عليه. إنما وجود الأب في الليلة دي لمجرد إن الأب رقم ورقم 16 فلازم يطلع قدام شوية، لا مش هو ده المنطق يعني أبدا. مستغربة قوي يا حبيبتي، البنت دي أكيد ما صحيتش من النوم فجأة قررت إنها تنتحر، يعني محدش بيصحى من النوم كده لأي موقف حصل له يقرر إنه ينتحر. موضوع الانتحار ده بياخد وقت وتفكير، عايشه في تعاسه اكيد كتير. فالبنت واضح ان هي وصلت لمرحله من الياس والحزن والاسى انها تقرر انها تنتحر. وانا الحقيقه شايفه ان اللوم على الاب والام ده غباء، ودي قسوه، وده جهل في التربيه. مش عارفه مين السبب، ومش قادره اقول حد بعينه هو السبب في الانتحار. لكن لما طفله عندها 13 سنه طفله توصل للمرحله دي، فده في تخلف عقلي عام يعني في المجتمع وفي بيتها وفي أبوها. أنا مش عارفة بقى البنت دي دمها في رقبة مين بصراحة، يعني لا دمها في رقبة الأم والأب. أولا هما بصراحة الاثنين لازم يتحكموا. أولا هو يعني لازم انت كنت فين وبتفرق ازاي ما بين ولادك، وفي ضغوط على بنتك انت ازاي ما حسيتهاش وهي عايشة معاك، واكيد اكيد اشتكت لك، او اكيد انت حاسس حتى لو ما اشتكتش ان البنت منكسره شويه ساكته، في حاجه غلط انت كاب لازم تحسها. والام انا مش عارفه هي سايبه طبعا بنتها بمزاجها مع الاب، ولا هو مفروض عليها الوضع ده. لازم الموضوع ده بجد لازم يتحقق فيه، يعني ما الام الله يكون في عون البنت. مش عارفه برضو في انواع كتير من الستات المصريه يعني هيزعلوا مني يعني، بس تقول لك ارملهم لا مش بس شوفي يعني بتستعمل معاها طريقه الايه التسخين او الحقن. شوفي ابوكي بيعاملهم ازاي، شوفي جايب لهم ايه، شوفي انت بالنسبه له ايه، شوفي لا ما هو انت اصلك لو بنت الثانيه كان حصل كذا. يعني المفروض كانت الام تحتوي البنت اكتر من كده وتركز لها اكتر من كده، وممكن تكون كانت سايباها ومركزه هي في نفسها خلاص. طبعًا تشوف بقى طبعًا وارد جدا نفسها، او وارد حالتها النفسيه تعبانه فالبنت شايفه امها منهاره وابوها. وساعات بيقول لك عارفه ارمي له الولاد عشان يتدبس فيهم. بسمعها كتير دي بتتسمع كتير جدا. الام اللي تعمل كده دي قلبها يعني تستحق انها تكون ام بصراحه.